في الديوانية رجل يحرق منزل عائلته يا ويقتل ستار يا رب، 4 أشخاص بينهم طفلان. يا ستار. أعلنت شرطة محافظة الديوانية القبض على رجل 50 أقدم على حرق منزل عائلته متسببا بمجزرة جماعية. ستار وجاء في بيان الشرطة أنه بإشراف ومتابعة شخصية من قبل قائد شرطة محافظة الديوانية والمنشآت العميد الحقوقي حيدر حسن، تمكنت مفارز مركز شرطة الجمهوري من إلقاء القبض على أحد المتهمين بحرق منزل عائلته في منطقة حي العروبة. وأضاف البيان: وجاءت العملية في ساعات متأخرة من ليلة أمس الجمعة مستخدما مادة النفط الأبيض. وأشار البيان إلى أن الحادثة تسببت بوفاة 2 من شقيقات المتهم وطفلان، ولد وبنت يبلغان من العمر 7 و10 سنوات، فيما اعترف المتهم الذي يبلغ من العمر 50 عاما أثناء سير التحقيق بارتكابه الحادث بسبب خلافات عائلية. ممكن انه انت خلاف عائلي يدفعك انه انت ترتكب مثل هذه صح، الجريمه؟ مستحيل، يعني شقيقات مستحيل. المتهم هذا الا عند عندهم فصام صح سايكو، او صح؟ مرض. لازم عنده مرض شيء نفسي. يشبه القضية اللي شفناها ذاك اليوم، الفتاة اللي قتلت كتلة أمها، والدتها، يعني أيضا ليش سوت هذا الشيء كذا، خلافات أي عائلية. فهنا أنا نفس المشكلة، يعني معقول وصل بنا الحال اليوم أنه نختلف ويا عائلتنا ونقتلهم؟ مو يعني بس نوصل مرحلة يعني القتل؟ يعني شخص أكو أطفال بريئين وأطفال بالموضوع؟ ممكن بالموضوع، شقيقات المتهم وطفلان. هاي الحوادث مو أول مرة، كثير تصير من هاي الحوادث. شخص من داخل العائلة بلمحة ما معينة، إطلاق ناري أو بسكين أو بطعن ما معين، يقتل كل أفراد العائلة وحتى من ضمنهم الأطفال اللي عمره سنة وسنتين وثلاث سنوات. ما أدري، ممكن فد قانون يحمي الأسر من التعرض لهذه القتل بشيء بشع، يعني إذا نشوفه. وحتى في السنتين الأخيرة نقدر نقول تزايدت بشكل غير صح. معقول. نتمنى انه يكون اكو اجراءات وقوانين للوقايه، انه احنا نوصل لهاي المرحله بالاسر، مرحله القتل. صحيح، يعني حقوق هنا الاسره. يمكن ماكو شيء اسمه خوف، من امن العقاب ساء الادب. هنا تأدي احنا ممكن مرحله الادب. اختصرتي فعلا الموضوع بهذه صحيح. الجمله. القضيه ما بيها انه احنا مهما كانت المشاكل الموجوده بالاسره وبالعائله، علينا انه ما نلجا مثل هذه الاساليب اللي تخلينا تندم على حياتنا كلها. بامكانك انه تلجا للطرق القانونيه. دائما ما نذكر ونقول انه اكو مديريه خاصه بحمايه الاسره والطفل، بامكانك انه تلجا لها حتى لو كنت معنف من اسرتك، اذا كنت رجل معنف من زوجتك او العكس، زوجه معنفه من 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 زوجها، اب معنف من أب، بغض النظر عن الحالات اللي تكون موجوده داخل الاسره، بامكانك انه تلجا لها، وبالتالي القانون ياخذ مجرى بعيدا عن كل هذه الاشياء، لان اول وتالي يعني هذول اهلك. مهما تكون، مهما تصير بيناتكم مشاكل، مرجعك لهم. والله حتى لو مو لابد اهلي، يعني لابد ما وصل بيوم مرحله من القتل. الايام. اعرف، لكن احنا دا نتكلم عن حادث، عن اهل، عن واحد بالضبط. يقتل اهله، فبالتالي مرجعك لهم. مهما يكون، مهما تزيد المشاكل بينكم، مهما تصير هناك خلافات، لابد بيوم من الايام انه تحن وتشتاق وتحتاجهم بحياتك. فلا ترتكب فعل يخليك تندم طول عمرك.